هكذا يستقبل أبناء الحديدة غربي البلاد موسم الصيف على الأسطح، ينصبون ألواح الطاقة الشمسية بعد أن توقفت هذه المحطة عن العمل منذ سيطرة الميليشيا على البلاد، وتوقفت معها حياة الناس في مدينة تشهد أعلى درجة ارتفاع الحرارة والرطوبة في موسم حارق مرتقب. غدت ألواح الطاقة الشمسية واحدة من البدائل في هذه المدينة الساحلية التي اضطر إليها المواطنون لمواجهة حرارة الطقس تعج بها المتاجر والشوارع والأرصفة، فتراها محمولة على الأكتاف ومعروضة في كل مكان وبمختلف الأنواع والأحجام وأيضا بمختلف الأسعار، غير أنها لا تفي بالغرض وليس باستطاعتها أن تحل محل شبكة الطاقة الكهربائية الرسمية. فتخوفات الناس من حلول موسم الصيف الذي لا يطاق بالنسبة لهم تتكثف كل يوم بعد آخر. أطفأ الحوثيون الحياة في البلاد وراحوا يشعلون الحرائق بكل اتجاه. صار ممكنا أن ترى تزاحما لهذه المصابيح بجوار المتاجر يتسرب منها ضوء بسيط من ألواح الطاقة الشمسية، فيما المحطة التي يملكها الشعب تبدو غائبة حتى إشعار ليس له آخر.